سالم هندي، يعني هيك حابين نخصص لك خبريه هيك تنطلق من الاخبار، خاص لك خبريه. نحن مبسوطين بالوفاق اللي حصل للشعب اللبناني، واخيرا يعني ثلاث سنين بعد مع البلد حلوه رجعت والناس مبسوطه، والحمد لله كلنا مبسوطين، مبسوطين فيكم بالفنانين الموجودين. يا رب تدوم المحبه. هذا كلام جميل، كلام يعني انسان بحب لبنان وعايش بقلب لبنان، ولكن بدنا هيك خبريه فنيه من قطاعنا. اخر خبريه ان الفنانه شيرين مضت معنا مانجمنت كمان، فهلا اي حفله لشيرين حتكون كمان عن طريق روتانا. هذه فريش يعني. قد ايش بتحس استاذ سالم انت طلت فنان فنزات حتكون مختلفه عن طلاته السابقه؟ هلا عم بتطلع شركة روتانا وبعمل جديد. والله شوف، هو فنان أول شيء يملك خامة صوتية ممتازة، وإن شاء الله يعني هو طبعا مميز كان من غير روتانا، مع روتانا إن شاء الله بيتميز أكثر وأكثر، وإحنا متأملين خير الألبوم اللي حيطرح حاليا في خلال شهر، حينزل أغنية سنجل تكون مصورة تمهيد للألبوم. وان شاء الله ربنا يوفقه. عم يتفاعلوا المجلات والصحف انه اليوم في ديو تجمع بين انغام مع غزل الاب واليسا، اليوم بيقولوا بين انغام وشيرين، وشفت روتانا عم تشتغل على الموضوع هيدا، هذا بس كلام صحف ام مضبوط بكواليس عم يشتغل على المواضيع؟ كلام صحف. ماشي. كمان للوسائل الاعلاميه عم يتابعونا، ماذا عن روتانا مانجمنت؟ هل في فنانين ما يعني ما حابين يدخلوا فيها، ام الكل سيدخل؟ يعني كل مين بروتانا سيكون بهال تحت هالاداره؟ والله اساسا المشروع هو يعني عمل للفنانين، فبالتالي يعني ما بتصور ان اليوم مشروع عمل لصالح الفنان، الفنان حيقول لا، لان حتكون اداره متكامله فيها شباب اكفاء عندهم خبرتهم، وبعدين وجهه نظري انه حيكون في برستيج عالي للفنان لما تكون شركه مثل شركه روتانا هي تدير اعمال هذا الفنان. اتصور ان الاغلبيه حابين تدفع، وان شاء الله يعني مشروع يعني بدايه ناجحه راح نكمل النجاح ان شاء الله. وماذا عن اليسا؟ صار عم بيقولوا عن زعلانه من روتانا. بنت روتانا وحتستمر. عارفين انه الصيف حافل ان شاء الله وكثيره، خاصه انه لبنان مثل ما بقول لبنان الجديد على لبنان السلام، هناك مهرجانات كثير، وعارفين انت بجوله عربيه تحضيرا للصيف، يمكن اخرها كان بسوريا او شيء من هذا. في مهرجانات حتكون طبعا، مهرجان 13 مثل ما تعودنا كل سنه في مهرجان 13، السنه هذه حنرجع مره ثانيه لمهرجان جده في السعوديه، في كلام انه حيكون في مهرجان في سوريا كمان، وحيكون في مهرجان في مصر ان شاء الله. الله يا ربي بالتوفيق استاذ سالم، وتضل بصحتك وحضورك بين الكل، لانه محلنا بتكون لكن المحبين حواليك. استاذ عماد يعطيكم العافيه، وانتم ما شاء الله متواجدين في كل نشاط او في كل حدث، والله يقويكم ان شاء الله. بس زين اكيد الفنانين بحبوا كثير، واللي كثار بانتظار انه يطل مع شركه روتانا باول عمل هذا. ان شاء الله قريبا ان شاء الله، ما عاد نطول. يعني هلا شهر ان شاء الله، انه اكثر يعني مش بالضبط، بس انه بقى فتره هيك في البوم ان شاء الله. انت اليوم الى جانب سلمى انت هيك تحدثت بالعمل ام كانت هيك جلسه هيك للراحه وال والله يعني دائما جلستنا احنا بالفواز ما بتكون الفه ومحبه اكثر ما هي قعدات شغل، الشغل بالنهار بالمكتب، هلا قاعدين عم نشوف ريدات. بدنا نبارك اول فرصه يمكن على السي في بنطلع، الف مبروك ان شاء الله دائما بالعمار بالتقدم للبنان، لانه ما بيسهل لك الخير. مبروك كمان رئيس الجمهوريه اكيد. ايه هسه في فرحتك فرحتين، مش بس البوم ومع شركه روتانا، انما كمان زفافك اللي حيكون مظاهره فنيه تاريخ 26 يونيو حزيران المقبل. مبروك سلام. ايه يبارك بعمرك ان شاء الله 26 العرس. أنا كنت ما بدي أقول لأي تاريخ بس خلص قلته أنت يعني. إن شاء الله ما بدي حيغنوا يمكن كل المزاولين، بس إنه ما بدي أستثمر هاي النقطة ليهنوا الكل بالعرس، يعني بيهمني حضورهم، بيهمني بيشرفوا العرس وبيزينوا إن شاء الله.
بس اللي حيغنوا تعرفوهم بوقت الفن. منهم خمسة أغنية نزلة كام؟ تل أكيد. خبرنا هيك عم بالجلسة اليوم تستاهل من هندي شو أثمر جلستكم اليوم؟ دائما كل عادة ما فيها إيجابية، المشاكل كلها في محل دقيقتين. والله بيت دغري تمشي. في مشاكل؟ لا لا أبدا. في خلصنا سارة الهاني هلا وأصالة، بتمنى أغنية لأصالة. بعد شيء نستنى. بعد الشاكل؟ ناطر لغني خميت اللغة كمان سيدة مش برومي اللي عم تستثم عم تطبطن صحيح بلشنا هلا بس بعد مطولة بس بلشنا بالوقت